الشامي يفاجئهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الجميلة لينا محمد اللي شاركت اليوم ستوري كشفت من خلالها عن إطلالتها حيث اعتمدت لين فستان باللون الزهري، أما لينا محمد فاختفت عن السوشيال ميديا. نمر إلى الجميلة شيرين بيتي اللي فعلت بمجموعة من الستوريات كشفت من خلالها إنه هي ما راح ترجع شعرها بني وراح تستمر على الشعر الأشقر. رأيكم ما حدا يخلعني أرجع للبني؟ لانه انا خلص يعني بحس حالي، يعني انا لو بغير لون شعري ما ببطل انا بحس، صح ولا لا؟ فعملنا هايلايتس هالمره. دائما بروح بسال عن نفس الشيء، يعني بعمل شعري نفس الشيء بقول له، بس كل مره بطلع شكل. نمر أيضا إلى الفنانة الشامية حيث شارك الجمهور مؤخرا مقطع إله على تيك توك. كان الفنان الشامي عم يحكي ويعلق على إنه غرفته فيها فوضى وأضاف بيزوجوني.